السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في الشهر المبارك، وبارك الله لنا ولكم في أيام العيد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد ذلك كله علينا بالخير واليمن والبركات. بعد شكر الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المقام الطيب على طاعته، نشكر عمنا الشيخ محمد عبد الله على استضافته لهذا اللقاء العلمي في داره، وترحيبه بمجالس العلم واستضافة الإخوة والاهتمام بنشر العلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشكر له ذلك، وأن يكتب له ولأبنائه الأجر والمثوبة، وأن يرفع درجاتهم في الآخرة. هذا اللقاء هو من ضمن سلسلة اللقاءات العلمية التي تقام هنا وهناك في المناطق، والهدف منها إحياء العلم ونشر العلم بين الناس. فإن الناس إنما تحيا قلوبهم بالعلم، وأعني بالعلم علم الكتاب والسنة، لقوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإنما تحيا قلوب الناس بالعلم، وكلما ازداد الإنسان في علمه اقترب من الله سبحانه وتعالى. وأهل العلم لهم مكانتهم، ولهذا يدور كلامي في شيء من فقه حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أرضاه، الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فأيها الإخوة الفضلاء، اعلموا أن سبيل الجنة هو سبيل العلم، سبيل العلم والتعلم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. فالعلم له مكانته، وقال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: وإن الملائكة لتضع أجنحتها، يعني تواضعا بتضع أجنحتها على الأرض إذا مر طالب العلم، لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وهذه فضيلة عظيمة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما خرج ابن حبان قال: وإن أهل السماوات وأهل الأرض ليصلون على معلم الناس الخير. الإنسان إذا كان يعلم الناس صلى عليه الله، أي ذكره ذكرا حسنا،
وصلت عليه الملائكة، أي دعت له الملائكة بالخير، كما قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلى آخر الآية. إذن يا أخواننا، إذا علم أن هذا السبيل هو سبيل الخير وأن هذا الطريق هو طريق الجنة، إذا علم ذلك فلا بد أن نعرف المنهجية الصحيحة السهلة الميسورة في تعلم العلم، لأن الناس اليوم تفرقوا في مشاربهم في العلم، تفرغت الكتب وكثرت وتعدد من يتكلم بالعلم، واختلف الناس اختلافا عظيما في عقيدتهم وعبادتهم وسلوكهم وأخلاقهم تبعا لتفرقهم في منهجيتهم في التعلم، كيف تتعلم وممن تتعلم وأي كتاب تقرأ وإلى من تستمع. هذه المنهجية في التعلم أثرت على عقائد الناس وعلى عباداتهم وعلى أخلاقهم، فالناس تبعا لمعلميهم ولشيوخهم. إذن لما تشوف التخبط، وأنا لا أتكلم اليوم في هذا اللقاء عن تخبط الناس الذين سلكوا مسالك البدعة، ولا عن الذين فارقوا الطريق والمنهج السليم، منهج الصحيح السلفي، ما لي اهتمام كثير اليوم بهذا، لكن اهتمامي الأكثر بإنسان طالب للعلم، ذول داير يتعلم وببساطة داير طريقة سليمة يصل بها لعلم نقي. وبعض الناس بيكون يتقدم في السن فوق 30 وبعضهم دون 30، وزول ده حاجة ميسورة كده يتعلم بها. طيب نقول يا أخواننا، أولا من الناس من يجمع مكتبة عظيمة، تلقى في البيت عنده مكتبة، لكن هذه المكتبة من الأول ما عرف اختيار الكتب، تلقاه جاب له كتب ما يستفيد منها شيء، وبعد ما جمع المكتبة بصورة عشوائية بعد ذاك بدأ يقرأ بصورة عشوائية، فيبدأ يمسك تفسير ابن كثير، تلقى من الأول اشترى تفسير ابن كثير ودار يعرف تفسير القرآن، وتفسير طيب جدا ابن كثير، لكن دي ما منهجية في التعلم صحيحة. يبدأ يفتح تفسير ابن كثير ودار يبدأ يقرأ من تفسير البقرة لحد الناس، يقرأ له 3 صفحات وبيقفل الكتاب وبيمشي، وتاني ما بيجي وراجع، يجي يسمع انه اعظم كتب الحديث كتاب البخاري، يشتري فتح الباري وهو من اعظم شروح البخاري، ويبدأ يقرأ 3-4 حديث كتاب بدء الوحي، مشى قدام كتاب العلم وقف، يجيب كتاب ثاني يقول ده ليه كتاب يسليني، يشتري كتاب ما ادري المستطرف، بعد ذاك يشتري كتاب الادب المفرد، داري يتعلم الادب، يبدا يقرا 2 صفحات يخليه، ما بيقدر. وحتى لو تعلم بهذه الطريقه، تعلم عباره عن ثقافه، في ناس علمهم ثقافه، يعجبوا كتاب يمشي يقراه ويكون فيه معلومات كثيره جدا ومفيده، لكن في النهاية ما بيتعلم تعلم صحيح. ولو جيت سألته من عقيدته ما يحسن ولا يحسن الاستدلال عليها ولا يحسن رد المخالفة ولا معرفة الغلط، ما بيعرف عقيدته. ولو سألته عن صلاته ما يعرفها ولا أدلتها كيف كويس. ولو قلت له يا أخي في خلاف بين الفقهاء في المسألة الفقهية الفلانية، طيب الخلاف ده كيف؟
وانت هتعمل شنو والصحيح شنو والدليل شنو ما بيعرف. ليه؟ لانه يا اخواننا هذه الطريقه في الدراسه غلط. طيب نعمل شنو؟ اولا لكل من اراد العلم اول ما يستهل به رحلته العلميه ان يعتني بكتاب الله، فهو اساس العلوم. قال تعالى: ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. قال سبحانه: قل هو للذين امنوا هدى وشفاء. قال تبارك وتعالى: كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. فلا يحسن يا اخواننا بطالب علم اراد ان يتعلم دين الله وان يتفقه في الدين الا يعتني بالقران. فاحفظ القران ولو ما تيسر منه ولو قصار الصور. اهتم احفظ القران من تحت، وكثير من الناس لما يجي يبدا يحفظ من فوق من البقره وانت نازل، ده ما بيقدر، بيجيب بعد شويه. لان دائما المنهجيه ان تبدا بالايسر ثم تنتقل الى الاعلى. فابدا في حفظ القران بقصار الصور من جزء عامة وانت طالع، ابدا احفظ وما في ابرك من كلام الله سبحانه وتعالى. ده كتاب مبارك يا اخواننا. وكثير من الشباب او بعضهم عشان ما نظلم تلقى بيتكلم واثناء كلامه مرتب وفوائده العلميه غزيره ما شاء الله ونصيحته جميله، لكن لما يجي في ايه من الايات يقرا غلط، يكسر الايه في اعراب الايه في كذا يقرا غلط، وده عيب كبير يا اخوان. الاهتمام الاول بكتاب الله سبحانه وتعالى، وان يقرا الانسان القران بتعقل وتفهم وتدبر للمعاني ويحرك به قلبه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا تهزوه هز الشعر ولا تنثروه نثر الدقل. ده نوع من انواع البلح، لعله لما يجوا ينفضوا يجدعوا كده تكون خفيف وزاده. قال: قفوا عند معانيه وحركوا به القلوب ولا يكن هم احدكم نهايه الصوره او نهايه الصوره. ما تقرا انت بس عشان تختم، يقول لك في القران، القران ده في رمضان ختمناه 5 مرات وسته وانا وصلت 9. القضيه ما في كم مره، القضيه ماذا استفدت من القران. هذا اولا. ثانيا بعد الاهتمام بالقران ابدا بكتب العقيدة من المختصرات الصغيرة، يعني ابدأ بالوصول الثلاثة والقواعد الأربعة وكتاب التوحيد، واحفظ مش تقرا اطلاع ولا ثقافة عامة. الثقافة العامة دي ممكن تقرا لك جريدة ولا مجلة ولا ميكي جيب وما عارف شنو، دي ثقافة بتقراها وبتجدعها. أما العلم، العلم حفظ. قال السلف: احفظ فكل حافظ إمام. والشيخ ابن باز كان يقول: ليس علما ما حوى القمطر في كتابك. ده مو علم، إنما العلم ما حواه الصدر. والسلف يقولون: علم لا يدخل معك الحمام فليس بعلم. ونقل عن الشافعي رحمه الله تعالى ينصح عنه الأثر أنه كان ذات يوم في سفر فاشتد حمل بعيره من الكتب، شايل كثير، فبعد ذلك بقى بشيل الكتاب بيقرا وبيبدا بس بيقرا مره واحده. فحفظوا العلوم في صدورهم، والحفظ اساسه يقوم على امرين. الاول الدعاء واللجوء الى الله سبحانه وتعالى. تقدر تحفظ كلام الله، وتقدر تحفظ سنه النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تكون انت اعتمادك الاول على نفسك؟ خلي اعتمادك على ربك يا اخي، قوي ثقتك في الله، والجأ اليه وتضرع وادعوه اناء الليل وفي صلاتك بالليل، ادعو الله عز وجل يديك
يعلمك القرآن والسنة، الدعاء، واثنين التكرار كده انت بتحفظ، غير كده ما تغش رقبتك. قال السلف: حفظ العلم بإدامة النظر. الواحد يقول لك يا أخي والله أنا عندي مشكلة بحفظ سريع لكن البحفظ كله بنساوه. حفظه سريع بيمشي سريع، أي شيء حفظه سريع بيمشي سريع. قالوا إدامة النظر. الليلة قريتها قفلت الكتاب، بكرة تعال ارجع لها تاني، بعد بكرة، بعد شهر راجع المعلومة بتاعتك. فالحفظ بالضبط وبالتكرار. طيب يا اخواننا، نبدا قلنا بكتب العقيده. انت عشان تتعلم بطريقه منهجيه ما تستاء، بدات كتاب القواعد الاربع، حفظت المتن بتاعه، متن صغير كله اربع صفحات، حفظت المتن، راجع شرحا له. نحن بنتكلم يا اخواننا عن انسان، مش الزول المتابع مثلا في المعهد ولا كده، ده ما خلاص بيكون هو عارف نفسه بيعمل في شنو. لكن حتى الزول لو ما وجد من يجلس إليه راجع المتن، يقراه بالنظر وبالسماع، يطلع عليه بالنظر وبالسماع، يسمع من أحد المشايخ، استمع للمتن وضبط الكلمات، شاف بعينه قدامه، لأنه السماع براه ما يكفي والنظر للكتاب براه ما يكفي، ضبط المتن تمام. بعد ذاك توسع في الشروحات، اقرا الشرح الاول والشرح الثاني والثالث وهكذا. فمر على كتب العقيده، كتاب التوحيد، هذا من انفع الكتب في تعلم التوحيد، من انفع الكتب كتاب التوحيد للامام المجدد محمد بن عبد الوهاب، شروحات كثيره موجوده، تراجع فتح المجيد، وهذا من اعظم الشروحات. وبعد ذاك شوف شرح ابن عثيمين، تلقى فيه فوائد متوسعه في اللغه خاصه، فوائد كثيرة، ويفصل ابن عثيمين ويحل المشكلات ويشرح لطالب العلم بلغة يثيرة. راجع شرح الشيخ الفوزان، عظيم جدا، لأن الشيخ ما شاء الله له اهتمام عظيم بكتب الإمام محمد بن عبد الوهاب، الشيخ الفوزان بالذات من المعاصرين. وكذلك راجع الشروحات، شرح ابن حميد وشرح غيره من أئمة الدعوة. طيب ايضا في كتب العقيده اهتم بكتاب العقيده الواسطيه، لانه يتناول عقيده اهل السنه بصوره مجمله، وهو اعظم كتاب يبدا به طالب العلم في معرفه عقيده المسلمين، لانه ابن تيميه نقله عن اجماع العلماء. كتاب الواسطيه مهم جدا، واذا قرا الانسان الواسطيه له أن ينتقل إلى الحموية برضو للشيخ الإسلام ابن تيمية، والتدمرية لابن تيمية أيضا، وبعد ذلك ينتقل إلى العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، وبشرحها شرح عقيدة الطحاوية لإمام الطحاوي وشرحها لابن أبي العز الحنفي، وهكذا يتنقل الإنسان في كتب العقيدة. فالإنسان إذا وصل إلى هذا الحد عرف مجمل العقيدة وأدلة أهل السنة ومذهب أهل السنة بتفاصيله. بعد ذاك له أن يتوسع في المطولات اللي تناولت عقيدة أهل السنة بصورة مطولة، ككتاب الشريعة للأجري، وكتاب الإبانة لابن بطة، وكتاب السنة للإمام أحمد أصول السنة، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، وغيرها من الكتب. هذه مطولات بتكون مراجع موجودة عندك. ويا أخوانا طالب العلم لا بد أن يفرق بين المتون والمراجع. انت لابد تعرف انه في كتاب ده مرجع، انت بتخطه عندك مرجع. المرجع ده ما شرط تقرا من اوله لاخره، بيكون مرجع موجود، متى ما احتجت اليه ترجع اليه. والمتون اللي بتحفظ وتضبط دي براها. بعد ذلك يطلع الانسان في كتب النحو واللغه، واول ما يبدا به واجود ما يبدا به متن المقدمة الآج الرومية لابن آج الروم، هذا من أفضل ما يبدأ به، يضبط مسائل النحو فيها. وبعد ذلك ينتقل ابن عثيمين، يقول الأفضل
أن ينتقل إلى الألفية، ألفية ابن مالك. طيب، أيضا في كتب الفقه الزول يبدأ برضو بالمتون الصغيرة ويهتم بفقه الحديث. يعني في كتب في الفقه، كتب المذاهب دي فيها جدل كبير جدا، ما يبدأ بها الإنسان في الأول. لو مشيت مختصر خليل عند المالكية، ولا مشيت لكتاب ابن قدامة المقدسي المغني في فقه الحنابلة، أو المجموع شرح المهذب في فقه الشافعية، أو نصب الراية وغيره من كتب الأحناف، أنت كده هتخش في الموسعات والمطولات وحتروح في نص الخلاف. لكن ابدأ بكتب الحديث ككتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، كتاب كل ما في حديثه من الصحيح، ما بتحتاج لمراجعة الحديث ولا تشوف الفقه وشروحاته الكثيرة. في شرح لشيخ ابن باز، في شرح لشيخ الفوزان، في شرح لابن عثيمين، في شرح للبسام وغيره، شرح للسعدي رحم الله تعالى من مات منهم. وأيضا بعده تنتقل إلى كتاب بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني، هو أوسع من عمدة الأحكام، فيه حديث من غير الصحيحين لكن يحكم عليها ابن حجر، وتجد شروحات كثيرة ككتاب سبل السلام. دي كده يا أخوانا أنت انطلقت انطلاقة أسست كويس في الفقه. بعد ذاك في كتاب الدرر المضية للشوكاني قيم جدا في الفقه، وفي كتاب من أجمل ما يكون في كتب الفقه بينقل أقوال المذاهب الأربعة ويرجح بالأدلة، وشكله والله أعلم أشبه بالرسائل الدكتوراه والماجستير، اسمه صحيح فقه السنة وتوضيح مذاهب الأئمة لأبي مالك السيد سالم، كتاب قيم جدا في الفقه بينفعك شديد، خاصة المسائل اللي فيها خلاف وفيها أقوال في المذاهب، فالكتاب ده نافع جدا فيها. أيضا يقرأ الإنسان مع الفقه كتب أصول الفقه، ومع الحديث مصطلح الحديث يجمع بيناتهم ويستفيد. كذلك يقرأ الإنسان في كتب السير، ودي مهمة يا إخواننا، لأنه كثير من الناس بيتخيل إنه كتب السيرة عبارة عن تسلية فقط، وده غلط كبير يا ناس. كتب السير تحمل في بطونها الحياة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، هذا الدين العملي. السيرة تحكي الدين بصورة عملية، كيف يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يتعامل، وكيف يحسم الأمور، وكيف جهاده، حربه، سلمه، بتوريك الحياة العملية للإسلام. وأجود ما يبدأ به الإنسان، بل هذا الكتاب ينبغي ألا يفارق يد الإنسان، وكن جنب سريرك تستمتع به وتتخلق به، وتعرف به معاملاتك في بيتك وفي تجارتك وفي تعاملك كله. كتاب زاد المعاد لابن قيم الجوزية، كتاب قيم جدا، ومما تميز به سعة اطلاع صاحبه، كتبه في السفر يحكي لك روايات وأقوال، شيء عجيب جدا، وكاتبه كان على السفر. ابن القيم يحكي في هذا الكتاب ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ميزة أولى. ميزة ثانية، كتاب زاد المعاد فيه فوائد السيرة، لأنه في ناس كتار بيحكوا لك السيرة، تلقى جماعة ما احنا الليلة قلنا ده ما موضوعنا، الجماعة دي لك في واحدين بتلقاهم بيحكوا وحصل كده والمعركة وقاتل حتى قتل وفلان ذاك وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من كذا، بيحكي لك حكاية، لكن ماذا أستفيد أنا من الحكاية؟ أو يستخرج لك من الحكاية ما يفسد به عقيدتك ودينك وسلوكك، لأنه هو مبتدع يترجم السيرة على حسب هواه. ولهذا ترجم ابن القيم واستنبط
من كتاب في كتاب زاد المعاد فوائد نفيسة جدا وقيمة. بتلقى مثلا تكلم عن غزوة بيتكلم لك عن فقه الغزوة وهكذا بعدها. طيب هذا تبدأ به. وكذلك كتاب السيرة لابن هشام هو من أنفس ما كتب. ولك أن تطلع في المطولات طبعا ديك فيها فيها بلاوي ما بغش عليك. وحتى كتب الموثوقين مش القضية في الكاتب، القضية إنه السلف كان عندهم زي ابن جرير الطبري عنده تاريخ الأمم والملوك، لكن في المقدمة بتاعته قال لك إنه نحن بننقل في هذه الكتب كل ما ورد، كل ما ورد صحيحا كان أو سقيما، وندع المجال لأهل الدراية والمعرفة. لأنه زمان السلف العلم ده بيعرفوه بإسناده، يعني الواحد منهم ولا بيقول لك ده صحيح ولا ضعيف، بيقول لك حدثنا فلان عن فلان عن لوط بن يحيى كويس، او عن ابي مخنف او عن الواقدي او عن فلان عن ابن لهيعه. انت مما تسمع ابي مخنف لوط بن يحيى السلف بيعرفوا انه هذا ضعيف وما ياخذوا به وهكذا. عشان كده الكتب دي فيها الصحيح وفيها المو صحيح. كتاب ابن جرير الطبري تاريخ الامم والملوك، كتاب ايضا ابن خلدون، كتاب البداية والنهاية لابن كثير، كتاب سير علام النبلاء للإمام الذهبي غيره، فيها ما صح وفيها ما لم يصح. ولهذا أكثر من جمع غالب الصحيح ابن هشام، وهو اختصار لكتاب ابن إسحاق في السيرة، وده نافع جدا ومهم. والسيرة يا أخواننا أنا ركزت على دراستها لأهداف معينة، وهي أن يتخلق الإنسان بالأخلاق القيمة والراقية، لأنه لا يحسن بطالب العلم بل لا يجوز أن يكون فظا سيء الخلق، ولا أن يكون ذا قيم دنيئة. في ناس عندهم أخلاق دنيئة وفيهم الخيانة وفيهم الغدر وفيهم الكذب، كيف يكون طالب علم؟ الآن الناس بتعيش فتن في العالم الإسلامي جوا وبرا، الزول المتابع الساحة الإسلامية الدعوية خارج البلاد وداخل البلاد يجد فيها من الفتن ما الله به عليم، وتمزيق بين المسلمين بل وبين أهل السنة. وغالب هذه الفتن حسب معرفتي البسيطة غالب الفتن من سوء طباع من أشعلها، أغلبها إما من الحسد أو من الخيانة أو من الغدر أو من الكذب وغيره من الصفات الدنيئة. ولهذا طالب العلم يتحلى بأزكى وأرفع المعاني الإنصاف. يا أخي ابن عبد البر عنده كتاب اسمه جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في حمله ونقله، عقد فصل كامل سماه الإنصاف في العلم. لأنه إحنا عندنا الآن من المشاكل مش بعني في شباب الدعوة، لا أنا بقصد عموما من المشاكل عدم الإنصاف. قال ابن تيمية كلاما معناه غالب ما وقع فيه الناس من الخطأ ناتج عن الظلم، أن يترك الإنسان الحق الذي مع غيره. تعرف في ناس زول لو عادل زول لو قال حق ولا باطل بس مش قالوا فلان داك، خليك من كونه يوافقوا ولا ياخذوا منه، ده موضوع ثاني ما بنتكلم عنه، مش ياخذوا منه كده، لكن ما تعتقد إنه كل ما عمله المخالف بتاعك باطل، قد يكون فيه حق. ولهذا قال ابن تيمية في منهاج السنة قال والرد لا بد أن يكون بعلم وعدل لا بظلم وجور كطريقة أهل البدع، بعلم وبإنصاف. نقل ابن عبد البر عن عمر رضي الله عنه أنه حدد المهور
مهور النساء قال المرأة مهارة كده، وأي زول قال بدين المرأة أكثر من ده أه؟ قال يرجع منها طوالي. قال فقامت امرأة من القوم فقالت يا أمير المؤمنين لا كما قلت، إنما قال ولما؟ قالت قال تعالى وإذا أردت وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال عمر رضي الله عنه أصابت امرأة وأخطأ رجل، يعني نفسه أصابت امرأة وأخطأ رجل، هذا من الإنصاف يا أخي، من بديع الإنصاف والخلق الرفيع اللي لابد أن إحنا نعلم نفسنا له. ما نقله ابن مالك النحوي وهو رجل عالم في بداية أو في بداءة كتابه الألفية بتاعته المصنف، قال في أولها قال محمد هو ابن مالك، قصد نفسه يعني، أحمد ربي الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، قال وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأدنى أو تقرب الأقصى بلفظ موجز وتنجز البذل بوعد موجز، قال وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي. ابن معطي عالم قباله ألف ألفية في النحو، قال أنا ألفتي فائقة لألفية ابن معطي، هذه معلومة يعني مفتخر، هذه معلومة، قال فائقة ألفية ابن معطي. لاحظ الأدب هنا، قال وهو بسبق، لأنه قدامي احترم له سبق القدام ده، قال وهو بسبق حائز تفضيلا، يعني رغم أنه أنا ألفية استوعبت من مسائل النحو أكثر مما استوعبته ألفية ابن معطي. ابن عثيمين قال وهذا حق صحيح، لكن بعد ده قال وهو شنو؟ بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، قال والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. ما حزوا ولا عندهم معه مشكلة، تخلق بهذا الخلق وإلا فلا فائدة من العلم، والله مهما بلغ علمك إذا كان هذا العلم لا يؤدبك ولا ينفعك أنت، من سيستفيد من علمك إذا ما نفعك أنت؟ إذا كان أنت بتحوي في صدرك القرآن وهو الجامع لأعظم الأخلاق، أخلاق النبوة، وأنت ما تخلقت بالخلق الحسن ولا استفدت في عباراتك وفي لسانك وفي معاملتك الناس، أنت ما استفدت، من اللي حيستفيد من دعوتك؟ من اللي بيستفيد من علمك إذا أنت ما استفدت؟ ولهذا السير والأخلاق فيها الحياة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحبه الكرام. ولو نحن رحنا نسرد في القصص والمواقف الجميلة اللي احنا بنتخلق بها المقام بطلبنا، وأجل الأخلاق وأعلاها الصدق، الصدى فوق منه ما في، أجل الأخلاق الصدق. شكده لما قالت أم المؤمنين خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتؤدي الأمانة وتصدق الحديث، قال العلامة ابن حجر وهذه من أشرف الخصال الصدق، ولا صديق ولا عدو صادق خير وأحب إلي من صديق كذاب. شفت العدو عدوك لو صادق أخير لك من صديقك الكذاب، فلا تعلم نفسك الخيانة ولا الغدر ولا الكذب واصدق في لسانك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، هذه شهادة تجدها عند الله سبحانه وتعالى أنك صديق، تتحرى الصدق في الأقوال وفي المعاملة. يا أخي عامل الناس بصدق، ما تبغى عند ذا الوجهين، عندك مع الناس كلامه وبوراهم كلام ثاني،
وقدامه ما يجي الكلام ده. ولهذا الكلام يطول في هذا الباب. عموما أختم بآخر نقطة في ما أتكلم عنه، أن من واجبات العلم، والكلام ده ما هو شامل لكل ما أردت يعني، لكن المقام طالبينه، من أهم الواجبات في العلم أن ينبذ الإنسان التعصب. لا بد من نبذ التعصب. فأنت تقرأ وتتعلم، وأمامك وبين يديك كتب أهل العلم، مؤلفات عظيمة ونافعة، فاقرأ دون تعصب. وممكن تتوسع عند من تجد عنده الفوائد الغزيرة والأسلوب اللي أنت بتقدر شنو يعني تستفيد منه أكثر، ما في بأس لو لقيت نفسك ترتاح أكثر وتفهم أكثر من أسلوب ابن عثيمين، أو تجد نفسك في كتب الألباني، أو تجد نفسك في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ما في بأس يا أخواننا. لكن احذر، ما يصطادك الشيطان ويوقعك في هوة التعصب، لأن هذه المسألة حذر منها العلماء قديما، كتبوا فيها المصنفات، والهجمة الشديدة اللي بيشنها الشوكاني مثلا على التغليد والتعصب لحد ما وقعته في مسائل، والهجمة اللي بيشنها ابن حزم لحد ما وقع في أعراض العلماء بكلام ما يليق في أهل العلم. هذه الحملة شنها ابن حزم ليه؟ نبذا للتغليد وللتعصب. فلا بد تنبذ التغليد، يعني ما تبقى انت بس الكلام ما جابوا لك قول لك يا اخي ده قالوا منو؟ قالوا شيخكم قال كذا، تقول شيخنا كان قالوا معناه صح. وزي ما بنسمع اليوم من العبارات الرديئة جدا وعبارات سيئة. واحد بيتكلم في مقطع سيبنا منه منو، قال عليكم قال بخط الشيخ ربيع كذا، الشيخ ربيع عالم جليل. طيب قال وإنما زكاه العلماء، لاحظ الكلمة، ليتبع. انتبهتوا لشنو؟ ليتبع. يا أخوانا ما يشك إنسان من المعاصرين ممن شم رائحة العلم واستمع إلى العلم أن الشيخ ربيع عالم له مكانته، وكتبه بلغت الآفاق واستفاد منها القاصي والداني، وشهد لها العدو والصديق، شهدوا له بالعلم وبالرسوخ، بل نفع الله بكتبه الآلاف من الناس واستفاد منها طلاب العلم، وعرفوا العقيدة الصحيحة، بل وعرفوا المنهج السليم، وحارب الكتب السيئة والحركية وغيرها. ولكن يا أخواننا هذا لا يعني إنه نحن نقول شنو؟ يتبع. الاتباع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أطيعوا الله ورسوله، اتبعوا وإن تطيعوه تهتدوا. يا أخي الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، أنبياء. لكن أقول إنه الشيخ ابن باز مثلا يتبع، يا أخي الإمام مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويرد، ما من عالم وإن على كعبه إلا وأخذت عليه مسائل، ولا يكون الكمال في الأقوال وفي كل الأمور إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. ده اللي نحن بنقول يتبع كده بس، ما تسأل اتبع. لكن معقول أنا أقول لعالم من العلماء اتبعوا؟ هذا من التعصب. وسبحان الله قائل المقال كذاب في نفسه، لو جاءه الآن كلام ما يرضي هو من الشيخ ربيع ذاته ما يقبل به، بيقبلوا أشياء كثيرة ما يقبلها. ولهذا لا يكون الاتباع لأحد دون النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا مطلقا. ابن عباس رضي الله عنه يقول لمن اختلف معه في مسألة التمتع بالحج إلى العمرة، يقول أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. ده في اتباع من يا أخوانا؟ أبي بكر وعمر، وما أدراك ما أبو بكر وما أدراك ما عمر.
هؤلاء أفضل الناس بعد الأنبياء. ليس من أحد أفضل بعد الأنبياء من هؤلاء. ما عدا الشيخ الفوزان يعلق وأختم بها تعليق جميل في كتاب اسمه الأجوبة المفيدة على أسئلة المناهج الجديدة، كتاب قيم جدا. قال معلقا على أثر ابن عباس، قال: انظر لهذا الوعيد الشديد في اتباع خير الناس بعد الأنبياء بغير دليل. قال: فكيف بمن لا هو في العير ولا في النفير؟ إلا أنه يجيد شخشقة الكلام. كيف الآن نجي نتبع فلان وعلان؟ وطيب بعض الإخوة يتعصب حتى لنا نحن الما علماء ذاته. نحن ولا علماء ولا مشايخ ذاته، هي عشان ما تتغشى. لا علماء ولا أنا مشايخ نحن ذاته، عشان ما تمشي تتعصب ساي. والله أنا يوم القيامة ما عندي معك شغلة، أكلمك من السيدي، والله يوم القيامة ما عندي معك شغلة. اللي بقوله لك ده مبلغ علمي، والشيء اللي وقفت عليه وممكن يكون صح لو عليه دليل، ولو ما عليه دليل امشي راجع يا اخوي. انا يوم القيامه ما عندي معك حاجه. مين سيعرف؟ الائمه الكبار يخليك نحن، يقول لك اذا صح الحديث فهو مذهبي. ما بورط رقبتهم، ما بورط رقبتهم معك. اذا صح الحديث فهو مذهبي، عشان ما تمشي تتمقلب وتضيع نفسك. فالعلم يا اخوانا يحتاج الى مثل هذه الاخلاق والامور المنهجيه. الكلام قد يطول لكن انا اختصرته لنستمع ان شاء الله لشيء مما عند الشيخ مزمل وفقه الله تعالى وجزاه خيرا وبارك فيكم. واشكر اخيرا عمنا محمد عبد الله على استضافته لنا وتهيئته لداره، واساله سبحانه وتعالى ان يجعل له ذلك في موازين حسناته، وبالله التوفيق.